مريض المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تبور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها بم سألهم خزنتها هل يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقدمنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لكنا نسمع أو نعقل ما ينادون أم أنتم في السماء